حاجة دلوقتي، ما تستعجليش. بحتفل بيك. بتتكلم بجد؟ تتجوزيني؟ انت مجنون. مبروك يا بنات هاني، مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، مبروك. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقولي بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس، انا مش هقعد. بقولك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره ما ركز معايا. ده اللي حصل. دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم؟ انت مجنون. انا بحب الجنان.
ايه كل ده؟ سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يا عم؟ عادي بقى بنتحاسب وبتاع. ما بنكون ضحك عليك، ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله، وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك دي، تنصب على 20 واحد زيي، دي جانجستر. ما تقلقيش، فلوسك هرجعها لك على دار مليم، بس ترجع لي فلوسي الاول. طب بمناسبه فلوسك بقى، في حاجه مهمه هي مكسوفه تقولها لك، بس انا عايز اقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشحه في بلدك، صاحبتي اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي امتى دي؟ ده ايه ده؟ بص يا رشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. انا لسه مقضيها دلوقتي على شيكات جوه عشان اضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش انا؟ فين الانا؟ ينفع امضي بالروج؟ السلام على الازازه. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش، كده انا طافي قوي، بطلي كوميديا وانجزي، طلعي قلم يا بنتي. خدي هو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما تكسفكوش. معلش تعالي على نفسك شويه. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. انا ايش بعرف اني اضمن حقي انا وحد يقول لي اشوف بنتي ازاي؟ ما تلاقيش بقى الموضوع ده خالص، البنت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. En ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. C'est la plus belle surprise que j'ai eue dans ma vie. C'est une surprise que j'ai eue. في ايه تاني؟ تخطط لي ايه؟ انت هتشوفي بنفسك. نفسي لا تدخل جوه دماغك دي عشان اشوف ان هو حقيقي. هيحصل شوية شوية. لا على طول. مرة واحدة كده. لا ولا ما قلناهاش ولا ايه؟ قول لها. لا لا مش هقول لها. يوه انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي، رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش وانك على ذمته وان كل المكتوب في جرايد والمجلات مجرد اشاعات. ايه رايك؟ يا صايعه، حلو ده ولسه. اقول لها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا لا ما تشغلش بالي بتفاصيل، عشان الموضوع لو فكس انا هزعل وانا مش عايزه ازعل. لا تزعليش صراحه،
احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه. وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. شويه مجنونه شويه عقله شويه مش عارف ايه. ايه قاعدين بتتوتروا ولا اي حاجه؟ انا عايزك دلوقتي تيجي بس. تعالي اقعدي لي في سيجاره بعد ما ننزل لك والنبي يلا. سيجاره ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي؟ تشاو يا حبيبتي. باي. ما اصحاش اصلا من النوم بسبب خطتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. سلام عليكم. ماشي يلا يلا. هكلمك ها؟ هكلمك تليفونات ها؟ يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعة، فين الجوبين؟ يا ابني طبعا مش عايزة اخد جوينتات، أنا مش عايزة أفصل دماغي. أنت خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعة بقى، ها؟ أنا عايز أنزل لو سمحتي، بليز، لفي الجوبين أول ما أخش أستحمى والنبي، بليز يلا. زنانة قوي. شوفش وشك هنا تاني. يلا في ايه؟ مفيش حاجه يا ملك، كله تمام. انا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ اهو يوسف دي. انا عارفه الراجل ده. الراجل ده اللي كان مع عماد القط. انا فاكراه كويس. كده يبقوا عرفوا مكاني. طلعتني معاك يا الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ انت مال اهلك مين ده؟ احنا لازم نقول لداليا كده يبقوا بيراقبوها. بس هنقولها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاهم يعني ليه. ما تخلصي اخلص شويه. اوكي انا هخلص. سؤال واحد وهخلص خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ Thank you.
ملك ألف مبروك. طارق إيه المفاجأة دي؟ ربنا يبارك فيك عقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عم طارق. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة قوي المفاجأة دي. ميرسي أنت منور. ميرسي ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت تجري واتلخبطت كانت من نديم فخري بيطلب منها انها تحضر ايفنت مهم. يا ابني انا عارف ده كله، انت هترغي في دماغي ليه؟ اهدى يا فهمي اهدى، هو ذنبه انها اتجوزت؟ كمل يا حبيبي كمل. مفيش يا ستي، وصلنا هناك اكتشفنا ان لا في لا ايفنت ولا حاجه وده فرح نديم فخري على ملك. طب مريم، مريم فين يا حبيبي؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ مريم هتعيش معاهم. نعم؟ هتعيش معاهم يعني ايه؟ هتعيش معاهم. ما ترد يا ابني. الله ما تهدى يا فهمي، ما تهدى. بقول هتعيش معاهم. طب هو يعمل ايه يعني؟ هيشدها من دماغها ويجيبها لغايه هنا؟ لا، يسيبها لهم. يسيبها لاختها الصالحه وتبقى بصفها. وكل اللي انا عملته ده يهدهولي بثانيه واحده. عارف يا انت؟ انت هتموتني ناقص عمر. والله هتموتني ناقص عمر. الله ما تهدى امال، هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه كان لازم يرجع بيها يا ناديه. الله في ايه؟ ايوه يا ابني افهم بقى، حد يبقى في ايده ساعه الماظ ويرميها كده ويسيبها ويمشي؟ ها؟ يا ابني دي مفتاح الكنز وفي ايدينا، تسيبه تروح تديه لناس تانية غيرنا؟ حرام عليك، حرام عليك يا بابا. طب انت كنت عايز ايه؟ اسكت بلا بابا بلا نيلة. بابا ايه ونيلة ايه؟ تعملش حاجة يا حبيبي، خلاص خليك جنب امك. سيبني انا بقى اللي هعمل افكر، بلا بابا بلا نيلة، سيبني افكر هعمل ايه في اللي جاي. ماشي؟ ده حيلة جنب امك. النبي دلعي الحيلة على قد ما تقدري يا حيلة ماما. تعالى اقعد جنب ماما. حاضر هقعد جنب ماما اتفضل. يعني الراجل ده جراله ايه؟ ماما عندنا اي حاجه تتاكل؟ عشان انا واقع. ايه رايك؟ ذوقك حلو قوي في كل حاجه. انا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف انك استعجلت. انا اتاخرت بس انا في حاجات كتير ما تعرفهاش عني، كان نفسي احكيها لك عشان ما ابقاش خبيت عليك حاجه. انا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. متفق ان احنا بنبتدي النهارده؟